نبدأ نخش بقى على الاي بي اس والاو بي اس. ايه هو الاي بي اس؟ الاي بي اس عندنا هو الاورجانيزيشن ستراكشر بالنسبه للمؤسسه اللي انت شغال فيها، تمام؟ يعني زي مثلا انت شغال في شركه مالتي ناشونال، الشركه دي عندها مشاريع في الجولف اريا مثلا، عندها مشاريع في مصر، عندها مشاريع في اوروبا، فانت بتقسم هنا الاي بي اس طبقا لتقسيمه المناطق مثلا، او طبقا لتقسيمه المشاريع، تمام؟ يعني زي مثلا احنا عندنا الشركه دي اسمها مثلا بلاننج انجينيرنج، وات ايفر اي اسم يعني، تمام؟ هنخش هنا على الانتربرايز ونختار انتربرايز بروجكت ستراكشر، تمام؟ هيطلع لك هنا الانتربرايز الديفولت اللي هو اتحمل مع البرنامج واحنا بنثبته اول مره، فاحنا هنقفله مش هنشتغل عليه دلوقتي، تمام؟ وهنضيف واحد جديد اللي احنا هنكريته. اوكي، نعمل اد، هتلاقيه نزل لك هنا تحت الانتربرايز الديفولت اللي موجود عندك. لا احنا هنطلعه بره عشان هيبقى شغال معاه على نفس الليفل، تمام؟ هتلاقيه هنا طلع بره عندك نفس الليفل بتاعك، وبعد كده نشتغل عليه. مثلا هنخلي الكود بتاعه بلاننج انجينيرنج مثلا، تمام؟ اوكي، وهنخليه هنا، هنخلي اسمه، حط اسمه مثلا بلاننج انجينيرنج، تمام؟ خليها كابيتال كده احسن، تمام؟ يبقى احنا كده عندنا ده الـ الشركة الأم أو الـ EBS بتاع كل المشاريع، أو الـ EBS بتاع كل السبسيدري اي بي اس، او السبسيدري المناطق او الاماكن، تمام؟ نضيف بعد كده بقى تحتها الفروع الخاصه بيها، تمام؟ زي مثلا الجلف اريا بروجكتس، او مشاريع مثلا مصر، او مشاريع اوروبا، مشاريع مثلا شمال افريقيا كده، دول بقى هنضيفهم تحت الاي بي اس الام او الشركه الام او الهيد، تمام؟ هنضيف من هنا اد، تمام؟ هتلاقيه نزل لك اوريدي تحت الاي بي اس اللي انت مختاره، تمام؟ هتلاقيه ظهر لك عندك هنا في الويندو بتاعت البروجكتس، هتلاقيه ظهر لك بلون تاني مختلف، لون اخضر. لو باللون الازرق هتلاقيه هما التلاتة في نفس الليفل، تمام؟ فاحنا هنا هنغيره، مثلا هنديه كود جلف مثلا، تمام؟ هنا هنخليها جلف بروجكتس، تمام؟ هنضيف بقى واحد تاني تحتها. اوكي، هنضيف واحد تاني هنا تحت الاي بي اس ده، هنقف عليه وهنعمل اد، هتلاقيه نزل تحتها اوريدي على طول، تمام؟ نختار مثلا هنا، نخليها هنا نورث افريكا بروجكتس، اوكي. طيب نقفل بقى الويندو دي كده. يبقى احنا هنا عندنا الانتربرايز ده اللي هو الاي بي اس اللي كان اوريدي متحمل على البرنامج الديفولت، لو فتحته هتلاقي فيه كل المشاريع دي متحمله باي ديفولت على البرنامج وانت بتثبته، تمام؟ وعندنا الاي بي اس الجديد اللي احنا كريتناه البي اي اللي هو البلاننج انجينيرنج، تمام؟ تحته هنا منطقتين، الجلف بروجكتس والنورث افريكا بروجكتس. طيب الجلف بروجكتس عايزين نضيف تحتها بقى مشاريع الجلف، تمام؟ هنقف عليها كده وهنيجي هنا من الانتربرايز، نفتح الانتربرايز بروجكت ستراكشر، هتيجي تقف على الجلف كده وهتعمل اد، تمام؟ هتلاقيه نزل لك على نفس الليفل بتاع الجلف والنورث افريكا بروجكتس، فهتيجي تطلعه فوق، تمام؟ وهتعمل سهم يمين عشان ينزل يبقى تحت مشاريع الجلف، تمام؟ تسميه مثلا، هنا نختار الكود نخليه كي اس اي، وهنا هنسميه مثلا كي اس اي projects، تمام؟ ونقف على الجلف ونعمل نضيف واحد كمان بنفس الطريقة، نطلع فوق نخش يمين نسميه مثلا كويت، هنا نخليه كويت projects، تمام؟ بعد كده نضيف بقى مشاريع النورث افريكا، هنقف على النورث افريكا بروجكتس ونعمل اد،
تمام، ونخش يمين عشان ينزل عندنا تحت النورث افريكا بروجكتس. هنا هنخليها مثلا ايجيبت بروجكتس مثلا، يعني ايجيبت بروجكتس. تمام، ونقفل الويندو. يبقى عندك هنا كده تقسيمة الاي بي اس الجديد اللي احنا كريتناه. عندك هنا البلاننج انجينيرنج دي الشركة الام، تحتها عندك فروع الجلف بروجكتس والنورث افريكا بروجكتس. تحت الجلف بروجكتس عندك كويتي بروجكتس مثلا والسعودية بروجكتس، وتحت النورث افريكا بروجكتس عندك الايجيبت بروجكتس. تمام. طيب لو عايزين، لو عايز تعرضهم مثلا بشكل هاير ايركل مثلا او تحت بعض، هتقف هتيجي هنا على الانتربرايز، تختار انتربرايز بروجكت ستراكشر. تمام، ومن فوق عند الديسبلاي هتختار تشارت فيو. تمام، هنا عندك جاب لك التقسيمه للاثنين انتربرايز اللي عندك. طيب احنا عايزين نعمل زوم، نعمل ازاي زوم؟ هتيجي تقف هنا وهتختار زوم، تعمل زوم ان، هيعمل لك يعني يزوم لك كده شويه. تمام، نعمل زوم ان كمان هنا، زوم ان. يبقى احنا كده عندنا دي مشاريع الخاصة بينا. تمام، عندك البلاننج انجينيرنج، تحتها الجلف بروجكتس والنورث افريكا بروجكتس، وتحت كل واحد المشاريع الخاصة بيه. تمام، اوكي. يبقى ده كان كده ملخص سريع عن الاي بي اس، تقسيمة المشاريع والاورجانيزيشنال استراكشر. تمام، طيب احنا هنستفيد ازاي من الاي بي اس عندنا في المشروع اللي احنا شغالين عليه بشكل اكتر واقعية؟ هنعمل الاتي. تمام، احنا عندنا مثلا المشروع اللي احنا شغالين عليه، هيبقى عندنا البروجكت نفسه اللي احنا شغالين عليه، هنطلع منه بيز لاين وهنطلع منه بعد كده ابديتس. حلو الكلام. فاحنا عايزين ننظم الموضوع شويه، ما يبقاش كل البروجكتس شغاله مع بعضها. فهنعمل مثلا اي بي اس نحط فيه البروجكت اللي احنا شغالين عليه، وبعد ما نخلصه نعمل له مثلا اي بي اس للبيز لاين لوحده. اوكي، وبعد ما نخلص البيز لاين نبدا نشتغل في الابديتس، نعمل اي بي اس للابديتس خاص لوحده، كل شهر مثلا اي بي اس للابديت لوحده. تمام، عشان يبقى عندنا الابديتس كلها منفصله عن بعض. تمام، وخصوصا لو انت شغال في اكتر من مشروع يعني. تمام، طب هنعمل الموضوع ده ازاي؟ هنيجي هنا نفتح الاي بي اس انتربرايز، ونختار انتربرايز بروجكت ستراكشر. تمام، نخش بقى هنا على التيبل فيو. تمام، هنعمل واحد جديد خالص. تمام، هنسميه مثلا هنا نزل لنا تحت مشاريع نورث افريكا، لا هنطلع بره عشان هيبقى نفس على نفس الليفل مع الانتربرايز الاساسي. تمام، هنسميه مثلا بي 6 23. تمام، هنا بي 6 كورس 23. تمام، ونعمل تحته كمان واحد للبيز لاينز، سميه مثلا هنا بي ال، وهنا سميه بيز لاين. تمام، نضيف كمان واحد لخاص بالابديتس مثلا، سميه هنا ابديت. تمام، ونقفل الويند دي. يبقى عندنا هنا كده ظهر معانا اي بي اس تالت. تمام، عبارة عن الاي بي اس بتاع المشروع اللي احنا هنشتغل عليه. لما نخلص البيز لاين هنحطه هنا في البيز لاين، لما نبدأ نشتغل على الابديتس هنحطه هنا في الاي بي اس بتاع الابديتس. تمام، يبقى دي كانت فكرة سريعة كده عن موضوع الاي بي اس. تمام، طيب ايه هو بقى الاو بي اس؟ لما تيجي تدوس هنا على الانتربرايز وتختار الاو بي اس، ايه هو الاو بي اس؟ الاو بي اس هو نفس تقسيمه الاي بي اس، او نفس تقسيمه الاورجانيزيشنال ستراكشر، بس على ليفل الاشخاص وليس على ليفل المؤسسات. ممكن نغير الانتربرايز اللي موجود ده مثلا، نخليه مانجنج دايركتور مثلا. تمام، هنختار الاي بي اس اللي احنا كريتناه مثلا اللي هو البي 6 كورس 23 هنا. تمام، ونعمل كلوز. تمام، يبقى هنا كده لما هتيجي تقف تخش تاني على الانتربرايز، تختار انتربرايز بروجكت ستراكشر،
تختار اللي احنا كريتناه الاي بي اس اللي احنا كريتناه بي 6 23، هيقول لك تحت الريسبونسبل مانجر بتاعه هو المانجنج دايركتور اللي احنا دخلناه للبرنامج، او غيرنا الاو بي اس اللي كان موجود باي ديفولت يعني، غيرناه خليناه مانجنج دايركتور. تمام، يبقى احنا كده فهمنا ايه يعني ايه اي بي اس والاو بي اس. طبعا موضوع الاو بي اس موضوع بسيط جدا، تمام، هو نفس تقسيمة الاي بي اس بس على ليفل الاشخاص. يعني مثلا عندنا مانجنج دايركتور هو المسؤول عن الشركة بالكامل، تحت بعد كده عندك الجلف اريا مسؤول عنها مثلا مدير مشاريع منطقة الجلف، عندك نورث افريكا بروجكت مثلا مدير مسؤول عنها مدير مشاريع، بعد كده تحت مدير المشاريع في مدير مشروع لكل مشروع كل بروجكت خاص بيه. فاحنا يعني مش لازم نتطرق الكلام ده قوي، هياخد وقت زيادة عن اللزوم واحنا مش محتاجينه قوي في شغلنا دلوقتي يعني. تمام، ده كان بالنسبة للاي بي اس والاو بي اس. يا رب نكون استفدنا حاجة من المحاضرة دي. ان شاء الله في المحاضرة الجاية نبدأ نكاريت البروجكت، نعمل الكونفيجريشنز الخاصة بالبروجكت، وان شاء الله نبدأ بقى نخش في الاكتيفيتيز ونبدأ بقى في الشغل الفعلي. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.